أشاد اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني الخيري في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، والذي يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني في المملكة من خلال مبادرات جلالته الإنسانية الكريمة في مختلف المناسبات، مثمنا سموه توجيهات جلالته بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للشباب البحريني، وحرص جلالته على تعاظم الجهود وتكاملها للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل توفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم. جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد لحفل الزواج الجماعي السابع الذي نظم من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لصالح 1000 شاب وفتى، حيث يعد هذا الاحتفال الأكبر الذي تنظمه وتدعمه المؤسسة في مملكة البحرين. كما أشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا سموه جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم هذا الحفل الضخم، والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم. وبهذه المناسبة تقدم سموه بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى العرسان من الشباب والفتيات المشاركين في هذا الحفل، داعين المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير، وأن يرزقهم الذرية الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم، متمنيا لهم حياة سعيدة وموفقة ملؤها الحب والوئام. من جهته أشاد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لحفل الزواج الجماعي السابع الذي نظمته مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية. من جانبه أكد الدكتور مصطفى السيد أن هذا الحفل الذي تم تنظيمه بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات لهو خير دليل على مدى العلاقة الأخوية التاريخية الكبيرة التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا. شعوري أن ماسك يد أخوي حبيبي من الإمارات أستاذ محمد الخوري أمين عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، شعور زواج بين البحرين والإمارات، فرحتي بمئات الشباب اللي يدخلون القفص الذهبي بدعم كريم من الإمارات، برعاية من سيدي جلالة الملك، بدعم متواصل من سمو شيخ ناصر. هاي يأتي ضمن سياسة شاملة للرقي بمستوى الشباب وتشجيعهم أن يكونون مواطنين صالحين ويخدمون الوطن، يخدمون بلدهم، وفرحة لا توصف. حبيت أشكر جلالة الملك الله يحفظها على رعايته الكريمة للحفل الزفاف أو الزواج الجماعي السابع الذي قيم اليوم، وأيضا أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على دعمهم لحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين. أيضا أود أن أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه، وكذلك سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان سفير دولة الإمارات على تواجدهم معنا اليوم وتشريفهم لحفل الزفاف اليوم. أولا حبيت أشكر جلالة الملك وأشكر الشيخ ناصر بن حمد على دعمهم الكامل للشباب، وفرحونا الصراحة، واقفين معنا كل الأمور